جديد، أهلا بكم في شير. العديد من البنايات تتأثر بالعوامل الطبيعية والزمنية التي تؤدي إلى ظهور بعض الشروخ والتصدعات، مما قد يعرض المبنى للانهيار والسقوط. لذلك من الضروري القيام بأعمال الصيانة وإصلاح واجهة المباني بشكل دوري. ولكن ماذا لو لم يتم إبلاغ جميع السكان بشأن هذه الإصلاحات؟ دعونا نكتشف ماذا فعلت بطلة قصة اليوم لمجرد عدم إبلاغها. خاطرت امرأة بحياة عاملين معلقين في الهواء وبلا رحمة، قطعت حبلاً كان يحافظ على سلامتهما وتركتهما معلقين فوق الطابق 26 أثناء قيامهما بأعمال الطلاق وإصلاح واجهة مبنى بإحدى المناطق في تايلاند، مما عرضهما للموت المحقق. الشرطة التايلاندية قالت إن المرأة على ما يبدو كانت غاضبة لأنه لم يتم إبلاغها سابقاً بأعمال الصيانة، لكن رد فعلها المخيف كاد أن يودي بحياة العاملين. مشاهدينا، دعونا نشاهد هذا الفيديو الذي وثقه أحد سكان البرج الشاهق بعدما أنقذ العاملين والسماح لهما بالنزول داخل شرفته، فلنتابع سويا. المرأة تواجه تهمتين، الأولى محاولة القتل والثانية تدمير الممتلكات الخاصة. مع العلم مشاهدينا أنه في البداية نفت المرأة مسؤوليتها، لكنها اعترفت بعد أن أرسلت الشرطة الحبل المقطوع لإجراء تحليل لبصمات الأصابع والحمض النووي. وقد تصل العقوبة لهذه المرأة التي زعمت أنها لم تكن تقصد قتل العمال إلى السجن 20 عاماً إذا ثبتت إدانتها بمحاولة القتل. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الموضوع لنتابع أبرز التعليقات، والبداية مع محمد حيث قال: إذا العمال مش مخبرينا إنه رح يبدأوا عمل صيانة فمن حقها إنه تخاف، لكن أن تصل لقطع الحبل فالحل مبالغ فيه. أما هلال فغرد أيضاً وقال: لديها طريقة غريبة لحل مشاكلها، في ناس غريبة فعلاً. برأيكم مشاهدينا ما التصرف الصحيح لهذه المواقف؟